هناك أيها المشايخ شروط في الإجازة، وهذه الشروط لا بد أن تتحقق للمجيز وهو الشيخ الذي يتصدر للإقرار. هناك علوم عامة وهناك علوم خاصة. علوم شرعية يجب وجوبا أن يكون هذا المتصدر للإقراء أن يكون لا يمكن أن يكون عالما بها، فقيها، مفتيا، لا، لكن على الأقل أن تكون عنده أطراف علم. فمثلا يكون عنده شيء من الفقه، شيء من الحديث، شيء من التفسير، بعض معرفة بعض معاني الكلمات، اللغة العربية، وقف الابتداء، رسم المصحف، الضبط، هذه الأمور لا بد أن يكون أو تكون موجودة لدى المقرئ. لا يصح للمقرئ أن يتصدر الإقراء وهو لا يعرف شيئا من علم اللغة العربية أو لا يعرف شيئا من التفسير، فضلا عن العقيدة وغيرها من الأمور المهمة التي يجب على طالب العلم أن يعلمها ويعرفها.